أعزائي طلاب وطالبات كلية التربية، كليات التربية النوعية، تحية طيبة. يطيب لي أن أقدم لكم منهج مقرر مادة أسس التصميم، وهي المادة العملية اللي بتتمتع بتقريبا خدمة عامة لبقية المواد في مجالات التربية الفنية، سواء كانت مواد عملية زي نجارة أو نسيج أو طباعة أو معادن، أيا كانت المادة العملية، فإن مادة التصميم هي مادة أساسية بيجب على الطالب أن هو يدرسها بشكل في عمق أكتر، لأنه مش بيبدأ أو ما بيقدرش يبدأ أي مشروع من المشاريع اللي بتطلب منه إلا إذا كان بيبدأ يعمله في التصميم أو السكتش المبدئي بتاعه، وده لازم يكون وفق لمجموعة من الأسس باستخدام مجموعة من العناصر. في مجموعة المحاضرات دي إن شاء الله هنقدم مادة أسس التصميم، هندرس الجوانب بتاعتها النظرية اللي متعلقة بعمليات التصميم في الطبيعة، هندرس أسس وهندرس عناصر التصميم، هندرس التطبيقات العملية للمادة، هنبدأ بأهداف المادة وأهمية التصميم والهدف من دراسة التصميم. بالنسبة لأهمية المقرر، في نهاية المقرر ده لازم الطالب يكون اكتسب مجموعة من المهارات. المهارات دي لازم يسبقها شق عملي، الشق العملي لازم يسبقه معرفة أو أهداف معرفية، ثم بعد ذلك تأتي الأهداف الوجدانية. هنبدأ بمجموعة الأهداف المعرفية اللي الطالب لازم يستفيدها أو لازم يوصل ليها في نهاية هذا المقرر. الهدف الأول إن هو بيتعرف على أنماط وأشكال التصميم في الطبيعة، يعني من خلال دراسة الطبيعة إزاي يقدر الطالب إنه يشوف الأسس والعناصر اللي بيدرسها في مادة التصميم موجودة في الطبيعة، سواء كانت في طبيعة نباتية أو في طبيعة حيوانية أو في أي شكل من أشكال الطبيعة. هيبدأ الطالب يدرس الطبيعة بشكل معمق بهدف في الآخر إن هو يستخلص مجموعة العناصر والأسس. العناصر والأسس اللي بنستخدمها في التصميم هي مصدرها الأساسي الطبيعة، وموجودة حوالينا في جميع النماذج الطبيعية. الطالب هيبدأ يدرس الأسس دي والعناصر والأشكال اللي موجودة في الطبيعة، وبعد كده هنبتدي نتعرف عن مادة التصميم، ماهية مادة التصميم، يعني ايه تصميم، ثم بعد ذلك المفردات او عناصر التصميم هنبتدي نتعرف عليها، ثم بعد ذلك العمليات التي تقوم على هذه المفردات او الاسس وهي اسس التصميم. وفي النهاية هيوصل الطالب لانه اكتسب مجموعة من الاهداف المعرفية اللي بتتحدد في الثلاث نقاط اللي ذكرناهم، بداية من التعرف على صور واشكال وأنماط التصميم في الطبيعة، ثم ماهية التصميم وأهميته ووظيفته، ثم بعد ذلك أسس وعناصر التصميم والعوامل المؤثرة فيها. هنستخدم مجموعة من الاستراتيجيات التدريسية اللي نقدر ننمي من خلالها تلك المعارف. أول طريقة هتكون طريقة المحاضرة، لأنها من أهم الطرق اللي بيبقى من خلالها تقدر توصل المعرفة وخصوصا الجوانب المعرفية للطالب، لأن المحاضرة بتعتمد على إن في أستاذ بيشرح وفي طالب بيتلقى، ولازم يكون في تفاعل ما بين الأستاذ والطالب ضمانا لوصول هذه المهارات المعرفية. ثم بعد ذلك الحوار والمناقشة، عشان ما يبقاش الحوار من طرف واحد وهو من طرف أستاذ المادة، لازم يكون في مناقشة، لازم يكون في مجموعة من الأسئلة اللي بتطرح، ثم بعد ذلك يجيب عنها الطلاب لإحداث نوع من التفاعل ما بين الطلاب وما بين أستاذ المادة. بعد كده التعلم في مجموعات، وهو بيخلق نوع من أنواع التعاون ما بين الطلاب، لأن كل ما بتبقى في مجموعة بيكون في منافسة أكتر، بيكون في روح للتعاون أكتر ما بين الطلاب وبعضها، وعرض برضو مجموعة من العروض التوضيحية لأعمال بعض الفنانين وأعمال بعض الطلبة في جامعات مختلفة. هناك مجموعة من طرق التقويم اللي لازم تستخدم في قياس مدى وصول المعارف للطلاب. هل مجموعة المعارف اللي أستاذ المادة طرحها على الطلاب استطاع الطلاب إن هم يستوعبوها؟
ولا في قصور في بعض الجوانب، هل في فروق فردية، في طلاب استوعبوا في طلاب ما استوعبوش المعلومة اللي وصلت. فبالتالي لازم يكون في عملية تقويم أو تقييم عشان خاطر نقدر نوصل للمعلومة الصحيحة إنها تكون وصلت للطالب بشكل صحيح. أول طريقة هتبقى الاختبارات التحريرية عشان نقيس بيها مدى وصول المعارف للطالب، ثم الأسئلة الشفوية، وبيطلب بعد كده من الطلاب عمل أبحاث وكتابة تقارير عن المحاضرة أو عن المادة العلمية اللي خدوها في المحاضرة. ثم بنعمل مجموعة من العروض عشان نعمل لها عملية نقد، وخصوصا في التطبيقات العملية. الأهداف المهارية، وهي أهداف مرتبطة أكتر بالمادة باعتبار أن هي مادة عملية، الطالب يكتسب فيها مهارة معينة. المهارة دي في الغالب المقررات دي بتدرس للطلاب السنة الأولى، فبالتالي لازم الطالب وهو أول ما يتعامل مع مادة عملية في الكلية أن أنا أبتدي أكسبه بعض المهارات، وخصوصا في التفاصيل اللي قد تكون دقيقة بعد ما، لأن ده بينمي عند الطالب الحرفية والإبداع فيما بعد. يتدرب الطالب عمليا على استخدام عناصر التصميم لإنتاج أعمال فنية. بعد كده وبعد عمليات التدريب اللي بيكون من خلالها عمليات شرح وعمليات توجيه، بيبتدي الطالب بينفذ بعض الممارسات العملية والتطبيقية المبدئية اللي بقدر من خلالها أعرف الفروق الفردية ما بين الطلاب، عشان أقدر أحدد إزاي أنا مع الطلاب هوجه والتوجيه هيبقى من أي نوع. وبعد كده بناخد هذه الممارسات وبنقارنها في عملية للنقد وعملية لنقد الذات، بنقارنها بمجموعة من الأعمال الفنية الأخرى لطلاب أخرى أو لأعمال فنية لفنانين آخرين. الطالب بيستخدم في سبيل تحقيق ذلك مجموعة من الأدوات ومجموعة من الخامات لازم يكون على دراية بكيفية استخدامها، لأن كل أداة لها طبيعة خاصة وكل خامة لها استخدامات خاصة، فلازم الطالب يتعود أنه إزاي يستخدم الخامة دي بالأداة دي عشان أقدر أعمل المشروع التصميمي ده، لأن كل خامة لها صفاتها وكل أداة لها صفاتها. فلازم الطالب يكتسب هذه المهارة في استخدام الأدوات والخامات المختلفة بما يتناسب ومقتضيات موضوع التصميم المطلوب منه. بعد استخدام الأدوات والتدريب عليها واستخدام الخامات والتدريب عليها وشرح أنواع الخامات بأشكالها، بيبتدي الطالب بيكتسب نوع من الإتقان، ويبتدي بعد ما اكتسب هذا الإتقان يطبق عمليا مجموعة المشاريع اللي بتطلب منه، سواء كانت في مادة التصميم باعتبارها مادة أساسية أو في مجموعة المواد الأخرى ذات التطبيقات العملية. طيب أنا عشان أحقق المهارات المهارية اللي الطالب اكتسبها لازم يكون في مجموعة من الاستراتيجيات. مجموعة الاستراتيجيات أو الطرق دي بتختلف تماما عن الطرق بتاعة الجانب المهاري المعرفي أو الأهداف المعرفية، لأن هنا بتبقى مرتبطة بتطبيق المهارات. إزاي إن أنا هدي للطالب مجموعة من الاستراتيجيات أو طرق التعلم اللي هيقدر من خلالها يتعامل عمليا من خلال التقنية، من خلال الأداة، من خلال الخامة. أول طريقة هي طريقة البيان العملي، وفي الحالة دي بيبدأ الأستاذ إن هو يعرض للطالب وينفذ قدامه مجموعة من التطبيقات العملية اللي الطالب هيبتدي ينفذها فيما بعد. الطلب منه مشروع معين، أستاذ المادة بيقول له إحنا هنشتغل في مساحة كذا بخامات كذا بأدوات كذا، وبعد كده بيبتدي يوري له مجموعة التقنيات اللي هو بينفذها، والطالب لازم يكون بيتابع كويس ولازم يكون منصت كويس، وبعد كده بيبتدي الطالب يطبق في جزء أمام الأستاذ المادة. مجموعة العمل أو مجموعات العمل أو الورك جروبس تبقى مفيدة جدا في ورش العمل، لأن ما بيكون في هدف معين تطبيقي أو في بيان عملي لازم يتعمل ورشة عمل، ويبتدي الأستاذ يشارك الطلاب فيها ويبتدوا بأفكارهم بأنهم بيعملوا مرحلة من مراحل البيان العملي دي أو بيعملوا جزء من أجزاء الورشة بنفسهم. فده بيكون مفيد جدا وبيخلق نوع من أنواع التعاون والتكامل ما بين الطلاب، لأن الطالب أحيانا بياخد المعلومة أسرع
من صديقه اللي شغال جنبه، نقول له اعمل دي بالشكل ده او ممكن دي تبقى كده، فهو اثناء تنفيذه بيستفيد اكتر من انه يكتسب خبرات من استاذه ومن الطلاب اللي حواليه. وده طبعا بيؤدي الى نوع من انواع التعلم التعاوني ما بين الطلاب. ثم بعد ذلك بتيجي مجموعه من الزيارات الميدانيه للبيئه الخارجيه وملاحظه علاقه الضوء والظل على الاشكال. الزيارات الميدانيه قد تكون في مكان بتتوفر فيه نماذج مختلفه من النباتات او الحيوانات، لانها بتتمتع بقيم شكليه ممتازه جدا. بيبتدي الطالب يشوف مدى تاثير الظل في البيئة الخارجية، تأثير الشمس على هذه العناصر، إزاي التدرج اللوني بيبقى موجود، الإضاءة لو كان مصدرها فين يبقى بعد كده الظل هيبقى موجود إزاي، وبيبتدي يتابع في مراحل مختلفة من الوقت التأثير بتاع عمليات الظل والنور على العناصر اللي هو هيشتغل عليها. ثم بعد ذلك مجموعة الكتب والمراجع اللي بيبدأ الطالب انه يعتمد عليها باعتبارها خلفية مرجعية او منهجية هيقدر يستفيد بيها بعد كده. الكتب والمراجع لازم تكون up to date، ما تبقاش كتب او مراجع قديمة، لان في بعض الطلبة بيعتمد على الكتب ما بيبصش حتى تاريخ الكتاب ده كان امتى او سنة كام، لان احنا في وقت دلوقتي تقريبا يوميا في جديد وفي علوم بتظهر وفي اتجاهات بتظهر وفي ثقافات جديدة، فلازم الطالب يكون مطلع أول بأول على الكتب والمراجع اللي ممكن يستفيد بيها في التخصص بتاعه. بعد ما بعمل الاستراتيجيات دي مفروض ان انا ببتدي اقيس مدى تحقيق هذه الهدف من هذه الاستراتيجيات. هل الاهداف المعرفية اتحققت زي ما انا عايز ولا ما اتحققتش؟ هل انا محتاج استراتيجية جديدة هضيفها عشان في قصور معين في منطقة معينة هيقدر الطالب يستفيد منها؟ ابتدي اعمل عملية التقييم. عملية التقييم هتبدأ بإعداد وعرض التقارير للطلاب، لأن كل طالب أثناء الورش العمل أو أثناء البيان العملي بيبتدي يعمل جزء لوحده أو بيعمل تقرير بالمرحلة بتاعته، بنبتدي نعمل لها عملية عرض، يبتدي الطلبة كلهم يشاركوا في عملية التقييم. هل الطالب وصل أنه اكتسب جميع المهارات؟ هل اكتسب جزء معين؟ طيب الجزء التاني اللي ما اكتسبوش هل ده له قصور في توصيل المادة ولا هل قصور في الطالب؟ وابتدي اشتغل على الجزء دون ان ازاي اقدر او احاول ان انا اقدر اوصل جميع الاهداف اللي مطلوبة من الجزئية بتاعة الاستراتيجيات المهارية للطالب بتاعي. وطبعا اثناء ما عمليات الورش في عمليات ملاحظة وفي عمليات توجيه فردي وفي عمليات توجيه جماعي، باعتبار ان الطلاب في ورش العمل او في مجموعات العمل لما بيكونوا شغالين بروح التعاون لازم يكون التوجيه مش عام وبس لان هم شغالين في مجموعة عمل، لا انا يهمني برضو ان انا اقدر احدد مستوى الطالب اللي عندي واقدر اشوف ايه اللي هو محتاجه اقدر اضيفه له وايه اللي هو تميز فيه ازاي ان انا اقدر اخليه يستفيد منه اكتر. ثم مجموعة الاختبارات التحريرية والاسئلة الشفوية لان هي بتبقى موجودة طول الوقت خلال عمليات التدريس. ثم عرض لبعض الأعمال أو النماذج بعد ما بنعمل البيان العملي وبننفذه ونشوف الطلبة استفادوا منه ولا لا، والطلبة يسألوا في جميع المراحل اللي موجودة فيه، بيبتدي بعد كده كل طالب يبدأ في تنفيذ المشروع بتاعه وفق للمرجعيات اللي هو درسها. نيجي بعد ذلك للأهداف الوجدانية وهي مرتبطة بمدى تحقيق الجانب التكاملي ما بين الطلاب، ازاي ان هم هيقدروا يتعاونوا مع بعض، ازاي هيشتغلوا بصورة ودية. مجموعات العمل غالبا ما بيكون اذا ما كانش الطالب فيها بيتعامل بشكل ودي وبشكل مناسب بيكون فيها مشاكل كتير، فبالتالي الاهداف الوجدانية بتنمي عند الطالب روح التعاون وروح المشاركة مع الطلاب زمايله، وبيبتدي يمارس مهارة التواصل مع الاخرين، ازاي هتواصل مع زمايله في التطبيقات العملية او ازاي ان هو هيحاول يوصل لمجموعة معارف من خلال زميله انه يسأله ده ايه او ده ايه، لان ده بينمي روح التعاون ما بين الطلاب. ثم مفروض ان في مجموعات العمل كل مجموعة بيكون لها قائد للفريق، فبيبتدي الطالب يعرف ازاي يسيطر على المجموعة، وفي نفس الوقت المجموعة اللي معاه بتبتدي
تتعامل مع القائد بتاعها باعتبار ان هم فعلا داخلين في منافسه، ولكن منافسه ايجابيه ان هم هينتجوا عمل معين، فبيعملوا بروح الفريق، وده مطلوب تحقيقه في الاهداف الوجدانيه. ثم يتحمل الطالب المسؤوليه، مسؤوليه العمل اللي هو بيأديه، مسؤوليه تعاونه مع اصدقائه. اذا كان هيقسموا العمل مع بعضهم في مراحل مختلفه، يبقى هو بيتحمل مسؤوليه الجزء اللي مطلوب منه ازاي ان هو هيأديه على اكمل وجه. ثم بعد ذلك بيبدأ الطالب بينفذ وبيحلل العمل الفني مع أصدقائه. كل طالب من الطلاب بيبدأ يشرح الجزء بتاعه، وبيبدأ زميله اللي موجود معاه ينقده، لأن بحاول أنمي في الوقت ده روح قبول النقد عند الطالب، وإنه إزاي ينقد بشكل إيجابي، ما يبقاش مجرد النقد لمجرد النقد، لا، هو بينقد إيجابيا عشان أصدقائه أو عشان الطلبة اللي موجودين معاه زمايله يستفادوا. إذا كان حد منهم عنده نفس النقطة أو عنده نفس الاستفسار، يبتدي يستفيد من سؤال زميله، فهو بيتعلم في الحالة دي إزاي ينقد، وفي نفس الوقت بيتعلم إزاي تتم عليه عملية النقد وإنه يكون متقبلها بشكل إيجابي. ثم تنفيذ الأعمال الفنية مع أصدقاء. في مجموعة من استراتيجيات التعلم اللي احنا بنحاول ننفذها أثناء تحقيق الأهداف الوجدانية، بتبدأ بتكوين فريق عمل لإنجاز التكليفات داخل القاعة، ثم بعد ذلك كتابة التقارير، العمل في مجموعات وتكلمنا عنه، عرض أعمال وموضوعات فنية وتحليلية، لأن ده بيفيد جانب مهم جدا في الطالب، لأنه بيكون له مرجعية أخرى ومرجعية جديدة، إن هو أثناء عملية العرض بيبتدي يسأل، عنده استفسارات، عايز يفهم ده اتعمل إزاي، ده اتطبق إزاي، وبالتالي لازم يكون في عرض لمجموعة من الأعمال ومجموعة من التقارير وتحليلها. طرق تقويم مهارات التعامل مع الآخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطلاب. في الحالة دي بيقوم الطالب أثناء ممارسته للعمل الجماعي ببعض الممارسات اللي لازم يكون لها تقرير للتقويم عشان متابعة الحالة، عشان أعرف الطالب بدأ معايا بمستوى إيه، ثم في المرحلة دي هل المستوى ارتفع ولا لا، ثم في المرحلة النهائية هل هو اكتسب هذه المعارف والمهارات والوجدانيات ولا لا. فلازم يكون عندي دراسة حالة للطالب، بداية من البيان العملي ثم نهاية بالمشروع اللي هو بيأديه بنفسه. ملاحظة تفاعل الطالب مع الزملاء أثناء نقد العمل الفني. تفاعل الطالب مع زملائه ده مهم جدا أثناء عملية النقد الفني، لأن الطالب غالبا ما بيقبل النقد بصعوبة، وخصوصا من زمايله، هو بيقبله من أستاذه، ولكن من زمايله لازم أنا أنمي فيه روح إنه إزاي يقبل النقد من زمايله أثناء قيامهم بورش العمل أو بالعمل في مجموعات. تقويم الأعمال الفنية الفردية والجماعية بشكل دوري، وده مهم جدا ان انا اعمل عملية تقويم بشكل دوري، عشان عملية التقويم تتخللها عمليات تقييم، ان انا بقف عند الحد اللي انا وصلت له بالنسبة للطالب، اكتسب جميع الاهداف اللي انا بطلبها انها تتحقق في الموضوع ده او في المادة دي، هل وصل الطالب لمجموعة الاهداف دي، هل انا حققت الهدف. فلازم يكون في عمليات تقويم، والتقويم تبقى لتعديل سلوك الطالب أو لإكسابه مهارات جديدة وهو شغال، ثم عمليات تقييم نهائية بصدر فيها الحكم إذا كان تحقق الهدف ولا لسه. بالنسبة لمحتوى مقرر مادة أسس التصميم، المحتوى بينقسم عندي لشقين، الشق الأول وهو المنهج النظري، ثم بعد ذلك الشق الثاني وهو التطبيقات العملية. بالنسبة للمنهج النظري بينقسم لقسمين مهمين جدا. القسم الأول عمليات التصميم في الطبيعة، مدى إعمال التصميم في الطبيعة ومدى وجوده بشكل يقدر الطالب يستفيد منه، ثم بعد ذلك أسس وعناصر التصميم وهي مرتبطة بالجانب النظري أو بالمنهج النظري، اللي هي الأسس اللي الطالب هيبتدي يستخلصها أو هيبتدي يستقيها من مجموعة العمليات اللي موجودة في الطبيعة.
الشق الثاني وهو التطبيقات العملية. أنا استفدت إيه من المنهج النظري، استفدت إيه من المعارف اللي أنا درستها، وحققت الجزء المعرفي ولا محققتوش. أجي بعد كده أشوف الجزء المهاري والجزء الوجداني اللي بيتمثل بالنسبة لي في التطبيقات العملية، اللي بيبتدي الطالب ياخد الفكر أو ياخد المعرفة أو ياخد المعلومة، ثم بعد ذلك يحولها إلى مدرك بصري وهو العمل الفني بتاعه من خلال مجموعة من التطبيقات اللي بيدرسها. فهو بيختار عنصر من عناصر الطبيعة بأشكالها المختلفة وبتبيناتها المختلفة عشان يقدر يشوف إزاي أسس وعناصر التصميم ممكن تكون موجودة فيها، ثم بعد ذلك بيقوم بتوزيع جزء من هذا العنصر بعد دراسته دراسة كلية، بيقوم بتوزيعه في شبكية هندسية سعيا وراء اكسابه مجموعة من المهارات اليدوية اللي بيقدر من خلالها يطبق. لان الطالب اما بيكون وصله له معرفة بشكل معين وبيطلب منه ان هو بينفذها، اللي بيحقق له ده مجموعة التقنيات ومجموعة الاساليب الادائية اللي هو بيستفيدها، اللي هو بيستفيدها اثناء قيام الاستاذ او الدكتور بتاعه بعملية البيان العملي أثناء الشرح وأثناء التنفيذ في مجموعات العمل. هنتناول أولا المحتوى النظري المتوفر في عمليات التصميم في الطبيعة. الطبيعة مهمة جدا 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 لدراسة مادة التصميم أو مادة أسس التصميم، ومهمة جدا 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 أن الطالب يعرف إزاي هقدر أستقي أسسي وعناصري من الطبيعة. الطبيعة موجود فيها المخزون البصري الكبير جدا، وموجود فيها جميع الأسس وجميع العناصر اللي يقدر الطالب ان هو يستفيد بيها في تطبيقاته العملية، لانها بتحتوي على كثير من المصيرات سواء كانت شكلية سواء كانت في مجموعات مختلفة مثل مجموعات أو عائلات النبات، أو في مجموعات مختلفة مثل الحيوانات أو الأسماك أو أيا كانت أشكال الطبيعة بأشكالها المختلفة. فإن الطالب بيبتدي يدرس الطبيعة كويس جدا، إزاي هقدر أستفيد منها من خلال المدركات البصرية اللي موجودة في الأشكال المختلفة ليها بطوائفها المختلفة، ثم هبتدي أطبق ده إزاي عمليا في مشروع مادة التصميم. والطبيعة كانت منهج خصب استفاد منه كتير جدا من الفنانين وتعلموا منها الكثير، ثم بعد ذلك أخرجوا لنا أعمال فنية مميزة وذات مدلولات بصرية رائعة. الطبيعة أول مصدر من مصادر الفن، لأن الفنان لقى العناصر بتاعته ومفردات فنه موجودة في الطبيعة لما تظهر به الطبيعة من عائلات مختلفة زي ما قلنا، زي أشجار وبحار وجبال وأسماك وطيور وغيرها. مليئة الطبيعة بجميع العناصر التي يستطيع الفنان الاستفادة بها، وليست العناصر الطبيعية فقط ما استفاد منها الفنان، فقد استقى أسس فنه أيضا منها، لأن الأسس هي مجموعة العمليات التي تطبق على العناصر. مجموعة العناصر موجودة في الطبيعة، ولكن موجودة ازاي هي الأسس. اما اجي انا اخد مجموعة العناصر من الطبيعة او احطها عندي في التصميم، هبتدي اشتغل عليها ازاي، ده بيبقى الأسس، وهنشرح ده بعد كده في الاجزاء القادمة. الطبيعة باشكالها المختلفة ذات مدلولات وتكوينات خاصة، لان الطبيعة هي مصدر التكوين في العمل الفني، لأن الفنان استقى من الطبيعة أسسه وقيمه الفنية من خلال نظمها وقوانينها، فكان يأخذ منها مرجع له غالبا ما كان يعود إليه وتأثر به. القوانين والأسس موجودة في الطبيعة وهي أساسية وأثرت على الفنانين. كيف استقى منها الفنان هذه الأسس؟ كيف استقى منها الفنان هذه القوانين؟ إزاي بعد كده هيقدر يطبقها؟ إزاي هينفذها؟ إزاي بعد كده الطالب هياخدها من الأستاذ ويطبق عليها مجموعة التطبيقات؟ ده من خلال بحث الطالب عن عناصر التصميم في الطبيعة، ثم بعد ذلك اكتشاف الأسس التي ترتب وتنظم بها الطبيعة، لأن الطبيعة بجميع الأحوال هي مرتبة وهي منظمة وهي موجودة وفق القوانين
علاقات ومرجعية عقلية تامة. لا يوجد شيء في الطبيعة بدون تقنين. الطبيعة موجود بقوانين مستقرة بقوانين، وهندرس ده في مجموعة الأشكال المختلفة للطبيعة، إلى جانب النظام وهو مهم جدا في الطبيعة. وبنلاقي أن البريطاني هربرت ريد أكد على إعمال النظام في العناصر المختلفة وفي المفردات المختلفة اللي موجودة في الطبيعة. النظام هو في الناتج أسس التصميم، الناتج من عمليات الإعمال للأسس في العناصر. العناصر مجموعة من المفردات تنسق وترتب وتنظم وفق مجموعة من الأسس أساسها الطبيعة. ثم بعد ذلك البحث في الخصائص الكلية للنظام في الطبيعة. هناك خصائص كلية بتشمل جميع مدركات الطبيعة، وهذه الخصائص تتمثل في أسس التصميم، وهي الاتزان والإيقاع والوحدة والنسبة والتناسب. فموضوع الطبيعة موجودة بهذه العناصر وموجودة بهذه الأسس التي تتحكم في كيفية التنسيق بين هذه العناصر. أما بنيجي ندور في الخصائص الكلية للطبيعة، بيهمنا قوي تكشف المظهر الشكلي، المظهر الشكلي الخارجي ومدى ترتيبه ومدى تنسيقه ومدى نظامه، لأن ده أول مدرك بصري بتقع عليه عين الطالب، إن هو أول حاجة بيشوف الأول، ثم بعد ذلك بيتفاعل، ثم يبتدي يحلل ويدرس الجزئية الخاصة به. فبالتالي المدرك الشكلي عموما في الطبيعة هو أول نقطة بالنسبة للطالب، لأن عينه أول حاجة بتقع بشكل عام على العنصر الطبيعي، ثم بعد كده بيخش في التفاصيل بتاعته ومدى موائمة المظهر الخارجي للشكل الداخلي. بمعنى ان التكوين الداخلي وغالبا بيكون هو اللي بيحدد الشكل الخارجي هيبقى ازاي. مثلا لو شفنا في ورقة الشجر بنلاقي ان مجموعة انابيب التوصيل الغذاء اللي موجود فيها بإيقاعاتها بأشكالها بالمسافات البينية اللي بتحصرها ما بينها بتبدأ تحدد لي شكل الورقة الخارجي بيبقى ازاي. في اشكال مختلفة كتيرة جدا لورقة الشجر، لو بصينا داخليا في مجموعة انابيب التوصيل هنلاقيها بتختلف في كل نوع من انواع ورقة الشجر دي. بمعنى ان التكوين الداخلي هو اللي بيحدد لي الشكل الخارجي او الحدود الخارجية، وده موجود في جميع الكائنات الحية او في الطيور بنلاقي ان او في الاسماك بنلاقي ان التكوين الداخلي وطبيعته بيحدد لي الشكل الخارجي هيبقى ازاي، لان دي بنسميها التفاعلات الداخلية التي تتحكم في المظهر الخارجي. بعد كده اللي هنتناوله ان شاء الله في منهج التصميم او منهج مادة اسس التصميم، انا بشوف التصميم ازاي في العمليات الطبيعية. هندرس مجموعة من العمليات الطبيعية بتبدأ من الكون الخارجي وصولا لأدق الخلايا، قد تكون بعض الخلايا وحدة الخلية. هنشوف في الكون بشكل عام وفي المجرات بأحجامها الخرافية والفضاء الشاسع اللي هي موجودة فيه لازم تكون موجودة وفق مجموعة من الأسس. ثم بعد ذلك هنتحول للجسم البشري والتنظيم البنائي اللي موجود فيه، ثم بعد ذلك التصميم موجود ازاي في عالم النبات واشكاله ايه، وازاي هنستقي من عالم النبات اسس وعناصر التصميم، ثم في الحشرات والتقنين التصميمي او التقنين الشكلي، ثم في الصدفة البحرية وانشائها التصميمي وفق اي نظام وفق اي منهجية، ثم بعد ذلك البناء التصميمي في وحيدات الخلية، ونتناول في النقطة الأخيرة نماذج مختلفة من الطين والأحجار والبلورات وصولا للمعادن. أولا بالنسبة للعلاقات الإنشائية والنظام الكوني، هنلاقي أن الفضاء الكوني وما يحكمه من علاقات تناسبية وأبعاد قياسية بينظم أوضاعه بالنسبة لبعضه البعض. التناسبات والعلاقات وقوانين الشد والعلاقات الفراغية اللي موجودة ما بين مكونات الفضاء الخارجي هي اللي بتحقق لي العلاقات التناسبية
وبتحقق لي التوازن والأبعاد القياسية اللي بيبقى موجود عليها. كل ده بيرجع لأسس وبيرجع لقوانين بتتحكم فيه. الاهتداء للاتجاهات الفلكية، الكواكب والنجوم بتتحرك في مداراتها وبتتحرك حوالين نفسها وفق مسافات معينة ووفق أبعاد معينة ووفق سرعات معينة، ما ينفعش إن هي تتغير، لازم يكون لها قانون ثابت عشان ما يحصلش كوارث. الحركة دي بتكون إما حوالين الشمس أو إما كوكب بيتحرك حوالين نفسه، فبالتالي دي بتحدد علاقته بكوكب تاني أو عنصر بعنصر تاني موجود معاه، إزاي العلاقة ما بينهم هتكون بشكل متزن. فبنشوف هنا الأوضاع النسبية للشمس والأرض ومجموعة من الكواكب، فهنلاحظ إن العلاقة منظمة جدا، المسافات محددة وفق إحداثيات عددية، عدد المدارات محدد ويحسب بالنسبة للقطر الكوكب وحجمه وحجم الكوكب والمسافة ما بينه وما بين الكوكب الآخر أيا كان نوعه، ده كله بيحكمه نظام قائم. ما ينفعش يبقى فيه خلل، ما ينفعش يبقى فيه تغير، هو ماشي بمنهجية وبأسس متزنة لها علاقات تناسبية قوية جدا مستقرة. فإعمال التصميم في هذا الفضاء الكوني بيتضح في القوانين اللي بتتحكم في حركة ونمو جميع الكائنات اللي موجودة في الفضاء الداخلي والخارجي. هنشوف هنا برضو الأوضاع النسبية للشمس والأرض والكواكب، وعملت لها تحديد خطي بيوريني مدى نظامية ومدى العلاقات النظامية والتناسبية اللي موجودة ما بين الشمس ومجموعة من الكواكب الأخرى اللي بتمشي في مدارات زي ما احنا شايفين كده. المدار له نقطة بداية وله نقطة نهاية، بيبدأ من عندها وبينتهي عندها وعند النقطة التانية، ووفق إحداثيات ثابتة، وفق مسافات ثابتة، وفق سرعة ثابتة، بعده عن الشمس لازم يكون ثابت. كل دي قوانين موجودة في الطبيعة أنا بستفاد منها فيما بعد، وهنشرح ده إزاي في عمليات التصميم المختلفة. بنبص هنا للشكل اللي عملناه اللي فات لتحديد علاقة الشمس بالكواكب الأخرى وهو بالأرض، هنلاقي أنه بيشبه تقريبا التخطيط اللي عمله ليوناردو دافنشي للنسب المثالية لجسم الإنسان، لأنه عمل الإنسان في صورة وحدد النسب المثالية أثناء حركة إيديه. فهنلاقي أن نفس المخطط البياني اللي خدناه في الشريحة اللي فاتت اللي بيحدد علاقة الشمس والكواكب المختلفة ببعض، هنلاقيه تقريبا نفس المخطط اللي بيحقق لي تعادلية النسب اللي موجودة في جسم الإنسان. وده يقول أن قد يكون هناك نظام مشترك موجود كأساس ما بين الكائنات أو ما بين الكائنات الحية والنظام اللي موجود في الكون بمدراته بأشكاله المختلفة. النظام ده بتعضى له جميع الكائنات الحية اللي موجودة على الأرض، لأن هنا محاولة دافنشي لتحديد النسب المثالية اللي كان بالنسبة له جسم الإنسان هو النموذج الأمثل اللي اعتمد عليه. هنيجي هنا نلاقي الحركة المركزية للمجرة، ما بيكون في مجرة وبتتحرك حركة مركزية حوالين المركز، بيكون في مجموعة من الآليات النظامية لهذه الحركة. الأبعاد دي بتختلف في الشكل ولكنها ثابتة في جوهرها وفي القوانين المنظمة لها. النظام حركة المجرات والتي تتخذ البناء الحلزوني في حركتها وما ينبعث من مركزها من طاقة إشعاعية تعتبر مصدر وافر للموجات التي تخرج في نفس اتجاه الحركة الحلزونية. ده معنى أما تكون الموجات اللي بتخرج من المجرة بتاخد نفس الحركة اللي بتاخدها شكل المجرة لإنتاج شكل حلزوني مركزه هو المجرة، ده يدل على إن في نظام واضح بينسق علاقة المجرة بالمجال اللي موجود حواليها. لو لاحظنا الشبه اللي موجود في المجرة اللي فاتت وقارناه بأحد الأعمال الفنية، هنلاقي مثلا إن في العمل بتاع نجوم الليل لفان جوخ هنلاقي تقريبا نفس الحركة الدائرية اللي بتتخذ مركز
وبتديني في الآخر مجمل لشكل حلزوني اللي كان موجود في المجرة اللي فاتت، اتضح في بعض الأعمال الفنية اللي موجودة للفنان فان جوخ. الشبه دون يقول إن هو إزاي استفاد من النظام ده في إنه يوجد عمل فني له أسس وعناصر ليها مرجعية عقلية، ليها منطق بالنسبة للتشكيل، وده بيقول إن إزاي أنا أقدر أستفيد من النظم ومن العناصر اللي موجودة في الطبيعة في إنتاج أعمال فنية. هنبتدي بعد كده نتكلم عن الجسم البشري والتنظيم البنائي، وهنلاقي في الشريحة دي التركيب البيولوجي في الحامض الأميني اللي هو DNA، وهو بناء تركيب لسلسلة بروتينية بتحمل الشفرات الوراثية في صورة منظومات رقمية داخل نواة الخلية، وهو ما يحدد نوع من أنواع النظام المقنن بعمليات رقمية وعمليات حسابية بتحدد الصفات الوراثية اللي موجودة في الإنسان. ده نوع آخر من أنواع النظام أو نوع آخر من أنواع التصميم اللي موجود في داخل جسم الإنسان، واللي بيحدد إزاي هقدر أعتبر مجموعة الأنظمة اللي موجودة في الطبيعة هي منهجية أو مرجعية هقدر أستفاد بها. البناء الإنشائي لسلسلة DNA بنلاحظ أنه هو مرتب بشكل نظامي بشكل تصاعدي، في علاقات إنشائية وعلاقات هندسية محسوبة وفق تكوينات وفق نسب معينة ووفق أبعاد معينة. برضو درجة الإصباغ بنلاقي دايما في الإنسان درجة تلون الجلد، لأن مش كل إنسان بنلاقي أن لون بشرته زي لون البشرة بتاعت إنسان تاني، بتختلف تماما، وده بيرجع لأن في قانون داخلي في الإنسان بيتحكم في صفة لون الجلد الإنساني وما تتتبعه من تحديد لدرجة الصبغة، وده بيبقى موجود في مجاميع منظمة من التوزيعات التصميمية اللي بتتحكم في درجة لون البشرة، وبيرجع ده تبعا للكثافة العددية التي تحدد شدة الإصباغ من درجة إلى أخرى. فبنلاحظ في الصورة اللي قدامنا التدرج اللوني اللي موجود من اللون الفاتح للون الغامق مرورا بمجموعة من الإصباغات اللونية المختلفة اللي بتتحدد وفقا لنسب معينة والمعايير معينة بتديني في الآخر الرؤية البصرية لمدلول لون البشرة عند الإنسان أو الإصباغ للون الداخلي بالنسبة له. بعد كده هنلاقي نماذج بيتضح فيها إعمال التصميم، وعملنا لها إنشاء خطي ممكن يكون أقرب للبناء أو للهيكل البنائي للوحدة. فبنشوف هنا البناء الهيكلي لأنسولين الزنك. بنشوف في الصورة الأولانية الشكل المجهري بتاعها بيبقى إزاي، وفي الصورة الثانية التخطيط الإنشائي. الشكل المجهري هو اللي وصلنا للتخطيط الإنشائي، وده من خلال تتبع المحاور الرئيسية اللي موجودة في الشكل المجهري، وهو شكل واضح جدا طلع منه مجموعة من العلاقات الهندسية المميزة اللي بيقدر الطالب يستخدمها في كيفية تحليل المساحات اللي بتعطى له عشان يقدر ينتج عمل تصميمي. الأحماض الأمينية في نفس الوقت بتتميز بعلاقات إنشائية رقمية ونظم هندسية رياضية. القوانين دي والأسس دي أقدر إن أنا أستفيد منها شكليا واستخرج مجموعة من الأسس اللي أقدر أستخدمها في بناء تصميم متوازن. في بعد ذلك هنشوف برضو بالنسبة للبكتيريوفاج. الصورة الأولانية بتورينا التراس بتاعها بيبقى موجود ازاي، لانها موجودة في صورة مجموعات مترصة. مجموعات المترصة دي بتبقى بتحصر لي ما بينها مجموعة من القيم الهندسية اللي لو جينا نحددها بمجموعة من الخطوط هنلاقيها بتكون لي شبكية هندسية، وهتبقى واضحة في الصورة اللي جاية بعد كده الشبكية الهندسية اللي موجودة في الشكل اللي فوق ده. هنلاقي ان التكوين بتاعها اللي فات
هنرجعه عشان نشوفه تاني ويبقى أوضح، هنلاقي إن التكوين اللي فات دون بقيم التراس الموجودة فيه لو عملنا له تحليل هندسي هيطلع لنا بالمدلول البصري أو بالشبكية اللي موجودة عندنا فوق بالنسبة للجزء الفوقاني أو الجزء العلوي من الصورة. هنلاقي مجموعة الخطوط المائلة والرأسية اللي بتتقاطع في مجموعة من النقاط، اللي النقاط دي هي النقاط الفراغية اللي موجودة ما بين المساحات اللي في تراس البكتيريوفاج. وهنلاقي ان استفاد منها المصمم او استفاد منها المهندس المعماري انه عمل بنفس التخطيط الهندسي اللي له مرجعية رياضية او محسوبة في البكتيريوفاج، استفاد منه في عمل الجزء الثاني اللي موجود في الصورة اللي تحت، وهو موجود في مبنى حكومي موجود بالولايات المتحدة، انه عمل الواجهة بتاعة المبنى ده وفقا للإنشائية او الضبطية الشكلية اللي استفاد منها من البكتيريوفاج او من قانون البكتيريوفاج. هو مش شرط يكون استفاد منه هو مباشرة، ولكن القانون اللي هي قامت عليه او العلاقات الإنشائية اللي واضحة فيها بتبقى موجودة مجموعة اخرى كتير جدا من الامثلة. احنا جبنا هذا المثال فقط، قد يكون هو استفاد من مثال من هذه الامثلة وخد التقنين الشكل النهائي اللي عنده العلاقات الخطية الناتجة وابتدى يحقق بيها غرض وظيفي ان هو عمل الواجهة للمبنى اللي احنا شفناه. وطبعا الواجهة تتناسب مع التصميم في الحالة دي اذا كان في شدة الضوء اللي بتيجي في وقت معين، لانه طبعا مش هيعمل التصميم بتاع واجهة المبنى ده لمجرد انه الشكل بتاعها طلع له مرجعية او قانون نظامي هو استفاد منه وحب يعمل ده. لا، ممكن يكون اختار القانون ده بالذات او العلاقة الانشائية دي بالذات عشان يستفيد اكبر قدر من وجود الشمس على واجهة المبنى، فبالتالي هو استخدم قانون مناسب لوظيفة هو محتاجها ونفذ بيها العمل اللي احنا شفناه. لو جينا شفنا وجود التصميم في عالم النبات، وده موجود بشكل كبير ورائع جدا جدا في نماذج مختلفة من عالم النبات بأشكاله وفصائله وأجزائه وكلياته اللي موجودة في الطبيعة. فعالم النبات مع اختلاف فصائله وأنواعه بتشابهاتها واختلافاتها، لأن هنلاحظ أن مثلا هناك نوع من أنواع الوحدة مع التنوع في عالم النبات، بمعنى أن عندنا ورق الشجر مثلا ما بينه وحدة أن جميعه ورق شجر، ولكن هنلاقي في اختلافات كتيرة جدا موجودة في التكوين الداخلي، في درجة الإصباغ، في اللون، في الحجم، في الشكل، في الملمس. فبالتالي عندي عالم النبات على الرغم من أن فيه اشتراكات كتيرة جدا جدا للمدركات البصرية اللي موجودة في أي فصائل من فصائله، ولكن هذه الفصيلة نفسها بيها مجموعة من الاختلافات، ولكن اختلاف مع وجود وحدة ما بينها. إلى جانب هذه الاختلافات بنلاقي أن عالم النبات بيتميز بأسس بنائية خاصة جدا. فبنلاقي مثلا الشجرة مثلا على سبيل المثال، التكوين العام بتاعها بياخد كما لو كان شكل اسطواني عليه دائرة من فوق. وهنلاحظ ان التكوين الكلي للشجرة هو نفسه الشكل اللي موجود في جزء من فرع صغير فيها، بمعنى ان الشجرة بأساسها بالساق اللي هو عريض جدا من تحت ثم بيطلع لفوق على مجموعة من الافرع الاقل، وده لتحقيق غرض وظيفي ان الجزء من الساق ده لازم يبقى كبير جدا عشان يقدر يتحمل بقية العناصر بتاعة الشجرة. وبنلاقي ان هي بتنتهي من فوق عند نهاية الافرع بنقاط. فبنلاقي ان لو شفنا فرع معين هنلاقيه بينمو بنفس النظام اللي بتنمو به الشجرة نفسها. ففي هنا نظام بنائي مميز جدا 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 هنلاقيه موجود في جميع العناصر الطبيعية النباتية. النظام البنائي بيسعى للاتزان، بنلاقي فيه نسب وتناسب، بنلاقي فيه وحدة مع تنوع، بنلاقي فيه أشكال لا نهائية من الإيقاعات والتباينات المختلفة.
وقلنا ان ده بيتضح في العديد من النماذج والانماط المختلفه في عالم النبات، الانماط مع تبيناتها واختلاف النظام، الى انها في النهايه جميعها تخضع لقانون انشائي واحد. هنلاقي ان في حاجه موجوده مهمه جدا كاحد القوانين اللي هي منظومه فيبوناكي، دي عباره عن سلسله عدديه بتبدا بالواحد ثم مضاعفاته، وبنلاقيها بتنتج عن جمع اول عددين بيديني العدد الثالث. بمعنى مثلا ان لو قلنا في بدايه المنظومه واحد وواحد بيديني الرقم اتنين، ثم بعد ذلك بيتجمع واحد واتنين يديني الرقم اللي بعد كده تلاته، ثم اتنين وتلاته بيديني خمسه، ثم تلاته وخمسه بيديني تمانيه. ودي ليست مجرد سلسله رقميه فقط ولا منظومه رقميه فقط، وانما هي علاقات انشائيه تناسبيه لو جيت اطبقها على اي مجموعه اشكال او اي عناصر موجوده عندي. فهي قانون بقدر من خلالها احدد النسب، لان احنا لو بصينا لاكبر رقم ممكن اوصل له واصغر رقم، هلاقي ان اكبر رقم هو مضاعفات الرقم الاول. معنى كده ان انا بوصل للاخر لوحده من خلال تنوع في بدايه جمع الارقام. المنظومه دي موجوده اكتر ما تكون في عالم النبات، وموجوده في بعض النماذج اللي موجوده في عالم البحار او القواقع او الاصداف، وهنعرض مثال لكده. فمعنى ذلك ان هناك قوانين تخضع لارقام موجوده في الطبيعه واستخلاصها مجموعه من العلماء اللي احنا بعد كده خدنا منهم مجموعه القوانين دي واستخدمناها كمرجعيات عقليه نقدر من خلالها نبني تصميم او نعمل تكوين او هيئه تصميميه ذات مرجعية متزنة أو ذات مرجعية علمية أو ذات مرجعية قانونية مصدرها الطبيعة. وبنلاقي أن النمو نفسه كمان في النبات بيخضع لهذه المنظومة. فلو بصينا مثلا للصورة الأولانية هنلاقي نمو النبات من أسفل لأعلى، هنلاقي أنه بيخضع لهذه المنظومة والتعدادات بتاعتها المختلفة. البناء بيبقى دايما زي ما اتكلمنا عن بناء الشجرة ككل، بيبقى واخد الكتلة في الأسفل ثم بعد ذلك ينتهي عند نقطة. دي مرورا بمجموعة المنظومات الرقمية اللي احنا اتكلمنا عنها في فيبوناكي، اللي هي الترتيب الرقمي لوضع الأوراق على الساق، لأن بيبقى النمو وفق زمن محدد، وفق فترة معينة، وفق رقم تسلسلي معين، وفق حجم معين بتوصل لي الورقة في وقت معين، ثم بعد ذلك بتبتدي يجي مجموعة الأوراق الأصغر منها هي بتاخد الحجم الأكبر، ثم هم يبتدوا ياخدوا الحجم الأكبر ثم يظهر أكبر منهم. نفس سلسلة فيبوناكي اللي احنا اتكلمنا عليها والمنهج اللي قائمة عليه والنظام العددي بتاعها. في الصورة تقريبا اللي في النص هنلاقي لو بصينا مثلا لشكل وردة والتوزيع الأوراق عليها، توزيع الأوراق على الوردة، هنلاقي برضو يخضع لنفس هذه المنظومة، المنظومة الرقمية بتاعت فيبوناكي، ان هو برضو وفق إنشائية رقمية بتحدد التسلسل أو الشكل الدائري لنموها والمسافة الزمنية اللي موجودة ما بين كل واحدة والتانية. وعملت لها تخطيط بسيط بيبقى موجود في الصورة اللي موجودة تحت آخر في الجزء اللي تحت من الصورة. هنلاقي إنها لو وصلنا الرؤوس بتاعة الأرقام اللي احنا حددناها في الصورة اللي في النص هتطلع لنا الشكل النجمي اللي موجود تحت، وهو شكل ثابت القطر منظم جدا، أبعاده كلها متساوية بتاعت رؤوس بتاعته، وده يبين ان النمو حصل هنا وفق منهج ووفق قانون وليس بشكل غير مدروس او غير محسوب. الشكل بدأ بعنصر انتهى بعنصر، القطر بتاع العنصر الأول اللي هو بدأ في النمو أولا أكبر ثم بيبتدي يقل مع الصعود، فكون لي شكل حلزوني. الشكل الحلزوني بيربط لي ما بين الجزء الأول في نمو النبات
في الورقة الأولى والورقة الأخيرة أو الأحدث من خلال الشكل الحلزوني، فعمل لي عملية ربط ما بين الشكل وأنا عملت لها مسقط أفقي، فهلاقي أن حصل وحدة في النمو مع اختلاف الشكل والأحجام والتلوين والصبغات الخاصة بأوراق الشجر. هنشوف مثال تاني موجود في الطبيعة، وهو مثال مهم وموجود كلنا نقدر نشوفه بمنتهى السهولة، وهو زهرة عباد الشمس. لو بصينا في الصورة اللي موجودة هنلاقي ان زهرة عباد الشمس بتتميز بتخطيط انشائي محسوب جدا جدا جدا، اللي يمكن يوضح ده الجزء اللي تحت من الصورة. ترتيب البذور فيها اللي موجود على رؤوس الازهار بيبقى موجود في اتجاهات مختلفة، وده موجود في على فكرة في كثير من العناصر الطبيعية. بنلاقي ان البناء الحلزوني اللي اتكلمنا عنه في نمو الساق او الاوراق على الساق، هنلاقي برضو النمو الحلزوني موجود عندي، بيبدأ من المركز في زهرة عباد الشمس ثم يتجه الى المحيط الخارجي مرورا بمجموعة من الخطوط اللي بتأدي لي نوع مميز جدا جدا من الحركة. فبنلاقي انها حركة مركزية ضيقة في المركز، ثم بيتم البعد في المسافات ما بينها عن المحيط، فبتديني في الاخر الشكل الحلزوني مستقر المركز اللي احنا شايفينه ده. طيب انا كده مثلا زهرة عباد الشمس عملت لها شكل تخطيطي، اداني الجزء الاسفل اللي موجود في الصورة، فبنلاقي ان التخطيط ده استفاد منه مجموعة من الفنانين. هنعرض ازاي استفادوا من البناء الانشائي لنظامية زهرة عباد الشمس، ازاي قدر ان هو بالتخطيط البسيط ده ينتج اعمال ذات خداع بصري ومدلولات بصرية مميزة، ولكن في الحلقة القادمة ان شاء الله.